في المسجد الذي نصلي فيه بعد قراءة الجزء، وهو راتب يومي، يقرؤون أسماء الله الحسنى وبعدها يرددون جميعا اسم يا لطيف 129 مرة، فهل هذا مشروع أم بدعة؟ وهذا أيضا من البدع، قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات واعتياد هذا وترديد كلمة يا لطيف عدد معين وبصفة معينة، كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام. و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهذه الأذكار المحدثة كقراءة أسماء الله الحسنى أدبار الصلوات وترديد كلمة يا لطيف بصوت مرتفع وما أشبه ذلك من الأوراد التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح، فهي بدع يجب تركها والابتعاد عنها التحذير منها. أما أسماء الله الحسنى فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدعاء الله بأسمائه وصفاته توسل إليه بذلك هذا شيء مشروع، لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد فريضة إلا بدليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على التخصيص. الله تعالى أعلم.